السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد ياسين Apps Stuff Solutions. إن شاء الله النهاردة المحاضرة رقم 4 من محاضرات الجافا ديزاين باترن. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفاكتوري ديزاين باترن أور فاكتوري ميثود باترن. الفاكتوري باترن هو يصنف تحت الكريشنال باترن لأن هو يتعلق بإنشاء الأوبجكتس. الهدف من الفاكتوري باترن ان احنا بنوفر مجموعه سيرفيس، مثلا ان انا عايز اوفر مجموعه سيرفيس للكلاينت، والكلاينت مش هيهمه السيرفيس دي معموله ازاي، هو هيهمه ان انا عندي بدي له اكتر من اختيار ويختار الواحد من الاختيارات دي ويبدا يمبلمنت او يطبق السيرفيس اللي اديتها له. يعني مثلا هي فكره ان انا بدي له زي كتالوج، والكتالوج يختار الخدمه اللي عاوزها ويناديها وخلاص. ايه الامبلمنتيشن اللي تم مش هيهم الكلاينت او مستخدم السيرفيس بتاعتك. تعال نشوف السلايد. الباترن سهله جدا، يعتبر من اكتر الباترن تقريبا مستخدمه في الجافا امبلمنتيشن. تعال نتفرج على الستيبس ونشوف هاو تو كريت فاكتوري باترن. قبل ما ابدا في السلايد لازم بس ريفيجن كده ان الفاكتوري باترن انا بستخدمه ليه. اول حاجه ان الكلاينت او مستخدم السيرفيس او الكلاس بتاعتي مش محتاج يعرف الامبلمنتيشن، هو محتاج بس يستخدم السيرفيس بتاعتي عشان ينفذ تاسك معين او هدف معين هو عاوزه. الحاجه الثانيه ان انا عاوز امنع الكلاينت ان هو يوصل مباشره للسيرفيس بتاعتي، برضو لو عاوز امنعه برضو بستخدم الفاكتوري باترن. الحاجه الثالثه المهمه برضو ان انا لو بعمل ستاندرد او ستاندرزيشن للاوبجكت كرييشن، يعني مثلا هندي مثال صغير كده ان انا عندي مثلا بعمل entities او entity implementation بتعمل عمليه insert update delete في الداتابيز، وعندي مجموعه كل تيبل معمول له entity او class خاص بيه. فالطبيعي ان انا في اي class مفروض او اي entity مفروض في مجموعه من الامبلمنتيشن زي الانسيرت الابديت الديليت الفايند الكلام ده. طب انا مش محتاج ان اطبق الكلام ده كله على كل الانتيتيز بتاعتي، ففي الحاله زي كده لازم جنريت انترفيس وكل الانتيز بتبدا تعمل امبلمنت للانترفيس دي. وبعد كده لما اجي استخدم اعمل انسيرت لتيبل معين او لانتيتي معين، كل القصه ان انا بروح استدعي الانتيتي ده بس، اقول له هات لي الامبلويز، هات لي الكاستمر، هات لي الاوردرز، وبعدين ببدا اعمل عمليه الانسيرت والابديت الجديد. انا مش محتاج ان انا اوصل مباشره للاوبجكت بتاع الامبلويز او الاوردرز او الايتيمز، ولكن انا محتاج اوصل لفاكتوري او مكان يصنع لي الاوبجكت اللي انا عاوزه، او يعمل كرييشن او انستشيشن للايه للاوبجكت اللي انا عاوزه. يعني لو بصينا هنا على المثال ده، انا عندي هنا انتيتي امبل في مجموعه اوبريشنز زي انسيرت ابديت ديليت فايند اول ديليت اول فايند باي اي دي فايند باي نيم فايند ديليت ديليت اول وهكذا. طيب انا عندي البيل والاوردرز والايتيمز والكاستمر والستودنت والادرس. طب انا كل واحده من دول بتطبق نفس الايه السيرفيس، ففي حاله زي كده برضو يفضل ان انا استخدم الفاكتوري باترن. ده شكل الفاكتوري باترن بشكل عام، بيبقى فيه عباره عن انترفيس وتحتيها مجموعه من الامبلمنتيشن بتعمل مجموعه من الانتيتيز تستخدم الانترفيس ده او بتعمل امبلمنت للانترفيس ده. فنلاقي ان اي حد او اي انتيتي لازم بيطبق الانترفيس ده لازم يطبق كل الاوبريشنز اللي جواه. وبعدين انا بعمل هنا حاجه اسمها اسمه فاكتوري او فاكتوري ميثود. الفاكتوري ده بس بديله اسم الانتيتي، اقول له انا عاوز مثلا امبلويز، يروح يدور فين على امبلويز ويجيبه، انا عاوز الكاستمر يروح يجيب الكاستمر وهكذا. وبعدين ببدا ايه اشتغل عليه. في الديمو هنا كل القصه بس ان بروح بشتغل على الفاكتوري، بقول له يا فاكتوري انا عاوز اعمل اوبجكت من نوع امبلويز، بيروح يعمل لي فاكتوري اوبجكت جديد من نوع امبلويز ويجيبه لي، ابدا اشتغل عليه اعمل انسيرت ابديت ديليت. طب انا عاوز اعمل انسيرت في جدول الكاستمرز مثلا، برده نفس الكلام، هيروح ادي له اسم الجدول انا عاوز الكاستمر، هيروح يدور عليه ويبدا يجيبه لي، ابدا عمليه انسيرت ابديت ديليت. فبالتالي انا بشتغل مع اوبجكت واحد، مع اي مع سنجل بوينت واحده بس، انا بس بدي له اسم الانتيتي او اسم التيبل وهو بيروح ينشئ لي اوبجكت منه ويرجع لي وابدا اشتغل عليه. ده فكره الفاكتوري ميثود. الفاكتور ميثود باترن او فاكتور باترن، تعال نشوف المبرمج ده بيدور على ايه وبيفكر في ايه.
بيقول the client doesn't care about class implementation. هو العميل مش مهتم انا عملت شغل ازاي. He want to get class that will do his job only. Client want to choose one of the several available objects. هو عاوز لستة كده فيها مجموعة الخدمات اللي عاوزها بيختار منها وبينادي السيرفيس بتاعته بس. مش الامبلمنتيشن تم ازاي مش هتهمه، مش محتاج هو يعرف التفاصيل يعني. I need to implement something like Java class factory. انا عايز اعمل حاجة زي مصنع كده للكلاسات او الاوبجكت that I can produce the client needs. انا عايز ايه ينتج بس او يوفر احتياجات الكلاينت. يعني نفس الفكرة كده ان انا عندي مصنع للاوبجكت اهو جافا اوبجكت فاكتوري. هو كل فكرته بس ان قاعد هما قاعد بيصنع ايه بيصنع اوبجكت زي كده. طول ما قاعد بيصنع اوبجكت وكل ما احتاج مثلا زودنا مثلا جدول جديد او تيبل جديد في الداتابيز الموضوع خلاص مش محتاج نعمل فول امبلمنتيشن. كل القصه بروح استدعي الايه الفاكتوري ده او الفاكتوري هو بيروح ايه يعمل كرييت للاوبجكت بتاعي. فاهتمام العميل هو اهتمام بزنس، هو مهتم بشغله، هو السيرفيس اللي انا عاملها مش مهتم بيها، هو مش محتاج يعرف تفاصيل عنها غير ان انا بس اديله كاتيجوريز او ليست من اوبجكت ويقدر ايه يختار منهم ويبدا ايه ينفذ الشغل. ففي العالم الحقيقي ان عندنا مصانع، عندنا مصنع زي مصنع سيارات، مصنع الكمبيوتر، مصنع ما اعرفش ايه، وفي الاخر برضه عندنا مصنع في الجافا يقدر يصنع لي الجافا اوبجكت وبنسميه احنا بنسميه حتى كلمه فاكتوري معناها مصنع او تصنيع. فكرة الفاكتور باترن، الفاكتور باترن عبارة عن باترن معين is one of the most important and common pattern in Java. هو أكتر يعني باترن تقريبا مستخدم في الجافا باترن ويصنف تحت الـ creational group. The factor pattern used to create to hide the class creation and instantiation of the produce from the client. هو مش عاوز a product from the client. هو مش عاوز لو انا مش عاوز الكلاينت يعرف تفاصيل عن الكلاس بتاعتي او السيرفيس بتاعتي، انا عاوز بس اديله انترفيس او فاكتوري كده يديله بارامتر يصنع له الاوبجكت، الباقي جوه مش هيهم الكلاينت. فانا ممكن اخبي عنه تفاصيل السيرفيس بتاعتي او سيرفيس امبلمنتيشن. الكلاينت doesn't care about concrete classes implementation. مش عاوز يعرف يتعامل ازاي. The client can choose one of the several available classes. هو عنده زي برودكت كاتالوج كده، في كاتالوج في مجموعه اصناف او في مجموعه سيرفيسز او كلاس، هو بيختار منها السيرفيس اللي هو محتاجه. Producer provide an interface to client that used the desired object in his job. يعني الكلاينت هو او البروديوسر اللي انا بصنع الفاكتوري دي انا بوفر له انترفيس بس او انتري بوينت يقدر يختار منها الاوبجكت المطلوب. تعال ناخد مثال صغير كده مثلا نطبقه، ان انا عندي انترفيس او شركه اسمها تويوتا. تويوتا دي عندها مجموعه من السيرفيس او عندها مجموعه من الرولز بتطبقها على كل السيارات. انا عاوز اشتري سياره كامري او كرولا او ياريس او او او، في الحاله دي انا ما يهمنيش تصنعها ازاي، انا بس عاوز ايه يدوني مفتاح اختار العربيه واديله مفتاحها اشغلها خلاص، يبقى ايه استفدت بخدمات العربيه دي. لو انا عايز عربيه كرولا اختار دي وهكذا. فبالتالي اتصنعت ازاي انا ما يهمنيش، انا يهمني ان انا اطلب منهم السياره يدوني المفتاح على التشغيل. عشان نعمل امبلمنتيشن فلازم اتاكد من الحاجات دي، ان انا عندي انترفيس، ده الانترفيس اللي هو هي كل شركات تويوتا هتطبق فيه اي منتج تحتيها هيبقى يطبق عليه الانترفيس ده. The implementation this interface will be will all product in the same category that the factory will produce. أي حد هيشتغل تحت الكاتيجوري ده هيطبق ال implementation دي أو interface دي سواء الكرولا الكامري وهكذا. الجزء الثاني you can create an abstract class to inherit all shared implementation. فممكن إيه ممكن لو في implementation يعني إيه مش محتاج برضو اروح اطبقها على كل الكلاسز، ممكن اعمل ايه ابستراكت كلاس تاني في مجموعه امبلمنتيشن جاهزه برضو ممكن استخدمها. ده حاجه اكسترا ممكن نزودها في الايه الفاكتوري ميثود. الكريت فاكتوري ميثود وود
be responsible for instantiate needed product. هو طبعا هو المسؤول عن توفير البرودكت او الاوبجكت المطلوب. When the client use the object, the factory responsible for instantiating the object. تعال نشوف المثال. المثال بتاعنا عندنا انترفيس لشركة تويوتا اهو، فيها ايه جيت كار انفورميشن وفيها جيت كار برايس. انا اجيب بيانات السيارة وفيها سعر السيارة بيرجع لي انت. وعندي حاليا الشركة بفترض تنتج 3 سيارات بس، كامري وكرولا ويارس، والتلاتة بيعملوا امبلمنتيشن للانترفيس. عملنا كار فاكتوري مصنع سيارات، بس ايه بقول له كرييت كار اوبجكت، بديله اسم السيارة بيرجع لي الانترفيس بتاع تويوتا. وبعدين في الديمو بتاعي هبدأ بقى ايه اجرب انواع السيارات وهشوف الدنيا ماشية ازاي. ادي شكل الانترفيس. تعالى نبلد الكود بتاعنا. هنقول ايه كوم دوت باتل اور ابسف دوت باتل دوت. جنريت الكود بتاعنا فعلا بدأ يعمل جنريت. نفتح البروجكت بتاعنا ونعمل ريفرش. فين ريفرش؟ اوكي ريفرش. اوكي ده بتاع مشروع سنجلتون، ماشي مش محتاجه. ناخد الفاكتور ميثود. ادي عمل لي ايه؟ عمل لي، تعال نشوف هو ايه الحاجات اللي عملها هنا. اول حاجة عمل لي ايه؟ عمل لي التويوتا وفيها جيت انفورميشن وجيت برايس، ممتاز. وبعدين عمل لي 3 انواع من السيارات، عمل لي كرولا وعملت امبلمنتيشن للتويوتا واليايس والكاميرا. عملنا الفاكتوري. الفاكتوري عبارة عن ايه؟ ادي الفاكتوري، بس هو حاجة بسيطة جدا. بقول له string بدخلك سيارة تديلي ايه؟ هترجع لي اللي نوع السيارة. وعندي هنا الديمو نفس الكلام، في مشكلة في السترينج بس. طيب احنا خلاص عرفنا الفاكتوري. خلاص الفاكتوري بقى 1 2 3 سهلة. طب ال دول الباترز. طب ال تعال نطلع للفاكتوري نفسه. الفاكتوري هنا هيدخل لي نوع السيارة، فبالتالي عليه انا هبدأ ايه ارجع له الاوبجكت بتاعي من نوع تويوتا. الفاكتوري هنا تعال نقول له الاول كده انواع السيارات اللي عندنا، يبقى برايفت ستاتيك سترينج فاينل سترينج نسميه كامري، ودي هنسمينا كامري. نفس الكلام هناخد الكلام ده كله ونديه بقى هنا كامري مثلا ده تويوتا. ده مثلا ايه كرولا. وهنا مثلا ياريس. حاليا التلات سيارات دول بس الموجودين، كرولا ياريس، تمام. طيب دي انواع السيارات اللي عندنا. هاجي اقول له ايه هات لي الكيس بتاع السيارة اللي عندي. عندي يبقى ايه سويتش، ممكن اف كونديشن سويتش زي ما انت عاوز. اقول له سويتش ايه حسب الكار. في الكيس ان لو كانت الايه النوع ده مثلا جاي كامري، يبقى ايه في الحالة زي كده ايه return new كامري.
طيب ادي اول كيس عندي، ناخد هنا ايه كامري، وبعدين باقي السيارات حالة اذا كانت كرولا رجعلي نيو كرولا، واذا كانت يارس رجعلي نيو يارس. ايه افضل تويوتا؟ تويوتا مثلا سمي كار تويوتا انال في البداية، بس اقول له ايه اور ماي كار. اوكي ماي كار، ماي كار هتقولنا ايه مثلا. في الاخر ايه هنقول له ديتيل. ايه الفكره كلها في الفاكتوري؟ ده الفاكتوري، ده حاجه بسيطه جدا، ده عباره عن فاكتوري ان انا بديله اسم السياره وهيرجع لي ايه، اذا كان كرولا هيرجع لي كرولا، اذا كامري كامري وهكذا. طيب تعال نروح للديمو بقى ونتفرج على المثال ده. نيجي عند الديمو هنا، هنفترض ان انا ككلاينت انا جاي اشتري سياره، فاول حاجه بقول له ايه تويوتا، تويوتا عادية سميها مثلا ايه كار 1، معرفش ايه هي، هتساوي لنا الفاكتوري بتاعتي اللي هو ايه الكار فاكتوري بتاعي دوت ايه استاتيك، فاستخدمها من هناك، فاقول له دوت كريت ايه ماي كار، هقول له مثلا اديني ايه الكاميرا في المنظر، قلت له اديني كاميرا انا عايز اشتري سعر كاميرا، قال لي اوكي، اقول له مثلا ايه سيسو دوت ايه اطبع لي الكار انفو، ودي له ده هات لي الكار 1 كار 1 دوت جيت، شايفين هيبدا ايه يتكرر. تعال نرن، انا لو صار كامري الاول واطبع لي ايه انفورميشن واطبع لي برايس، رن راح ايه قال لي ان سيارة ديارس، نرجع الانفورميشن هنا قلت له كرييت هنا، وبعدين المفروض هنا يديني بريك عشان هو بينزل تحت، هنا بريك وهنا بريك وهنا بريك. طيب شغل تاني، فقال لي ان دي كامري ودي ان دي. طب قلت له لا انا عاوزها مثلا ياريس، اديني ياريس، قال لي دي ياريس وسعرها 6000. لو قلت له مثلا ايه كرولا، راح قال لي دي نوعها كرولا ودي 12000. طبعا اللي كده احنا ايه الموضوع كله عباره عن ايه، عباره عن فاكتوري، الفاكتوري ده بيديله نوع سياره، بيروح يسيرش على اي اوبجكت بطابق النوع ده هيروح يجيبه. طيب لو احنا جينا افترضنا ان اخر افتراض ان عندي ايه نوع جديد، ناخد مثلا كوبي من الكرولا ده، وعندي ايه نوع جديد هنسميه مثلا ايه معرفش انواع تانيه مثلا افالون مش عارف كده والله، ماشي افالون، جينا عملنا سيارة جديدة اسمها افالون اهي، وقلت له دي اسمها افالون ودي سعرها مثلا 40. تمام كل القصة، بس ان هنيجي في الفاكتوري ونحط نوع جديد هنسميه افالون، وده هيرجع ونيجي هنا طبعا في ال objects هنسميه ايه.
هنيجي نرجع للديمو بتاعنا. لو افترضنا ان دي يارس يبقى ايه يارس، لو قلت له لا اديني اوبجكت من نوع افالون، راح قال لي الافالون وسعرها 40000. فبالتالي هو نفس الاوبجكت، انا بس بديله بارامتر وكل مره بيديني ايه اوبجكت جديد. فبقى عندي الستايل ده بالظبط، يعني بقى عندي الفكره كلها ان عندي مجموعه كبيره جدا من الكلاسز اهو، وانا بناديها حسب ايه فاليو او بارامتر، ممكن 0 1 2 3 4، ممكن سترينج، ممكن اي حاجه. المهم ان انا في الاخر عن طريق الفاكتوري بديله اسم المنتج اللي انا عاوزه، وهيروح يسيرش عليه ويكريت لي اوبجكت في الميموري بناء عليه. وبالتالي لو افترضنا المثال السابق ان دي عندي اسماء تيبلز في الداتابيز، وعامل لكل تيبل انتيتي خاص بي في الحاله، وكله تيبل في انسيرت ابديت ديليت، فبالتالي انا كل محتاجه بس لما اجي استخدم عمليه انسيرت او ابديت ديليت، بروح ادي له اسم التيبل، هيجيب لي اوبجكت منه، هبدا بقى استخدمه. حاولوا تعملوا المثال ده، مثال الداتابيز انتيتي، لان ده يعتبر مثال واقعي اكتر احنا شغالين فيه دايما. ان انت خلاص بتعمل اوبجكت واحد او فاكتور واحد من خلاله تقدر تتعامل مع مجموعه الانتيز المختلفه الموجوده عندك في الداتابيز. ان شاء الله تكونوا استفدتوا النهارده. اي سؤال اي استفسار تابعونا على appstuff.com. يا ريت تعملوا سبسكرايب ولايك عشان الفيديوهات تنتشر، وتابعونا على الفيسبوك، على لينكد ان، على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله.